يعني بس أبى أقول للناس يعني فضل الصدقة فضل القصة. أنا واقف عليا في مسجد بحايل على شارع الأمير نايف، يعرفون الأماكن أهل حايل قبل دوار المنفاخ على اليمين على شارع الأمير نايف. المسجد طال عمرك أبوابه على جهة الجنوب، وين الجنوب كذا؟ أي على الجنوب. على الشمال كان في أرض فضة وعمره راعي الأرض يبيه محلات، وهو عمر جاوه ابن عم اللي سعد العبد الله الخليفة قال له نبي بس متر، هو هذا راعي الأرض على عكازات يمشي عنده مشاكل برجله من الطفولة تقريبا، فقال النبي بس متر واحد مدخل له البيوت اللي على الشارع العام. قال والله المتر ينفعنا، أنا أبيه لي كذا. طلبوه قال متر أو نص متر بس نبيه. قال خلاص ما يخالف، يعني على مضض، يعني الرجال يبي يستفيد من أي متر بالأرض. المهم أنه خلى لهم متر، إيه خلى لهم متر. يجونا يقول لي سعد بعد يمكن 5 شهور 6 شهور يا مر هذا الرجال جاي بدون عكازات. بدون عكازات؟ والله بدون عكازات. لا إله إلا الله. يصلي معنا ويسلم علينا ما شاء الله، وش السالفة؟ قال والله من خليت هالمتر هذا قام جسمي يستجيب العلاج، أول ما يستجيب العلاج. لا إله إلا الله. ومن بديت أعطيتكم هالمتر هذا جسمي يستجيب للعلاج وللتمارين، والآن شلت العكازات. يمشي. داو مرضاكم بالصدق. نعم. فقال أنا الحين جاي أبي أحط لك بغطيه لكم وأبي أخليه فيه عن المطر وكذا. ويمكن بعد يزود له متر ثاني. بنى ما يقدر بنى. أيه. ولكن يقول شوف هالمتر هذا سبحان الله العظيم الله بارك لي به وتشافت رجله، يقول ما كنت ميس إنها تشافى سبحان الله. الله أكبر. فهي دعوة للناس إنه يا جماعة. تصدقوا. اي والله انتم الكسبانين، اللي يتصدق هو اللي يستفيد بالدنيا وبالاخره. اي والله بادر قبل ان تغادر. نعم. الله قال وما تقدموا ليش؟ لانفسكم. قرية ينمو بها منها هنا من وقف ايتام الوداد.